نستقبل دلوقتي مكالمة مع الأستاذ جوزيف سعد، جوز مريم وهيب. أستاذ جوزيف أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا مش عارف أقول لك إيه الحقيقة، أو إيه الكلام اللي ممكن يواسي في هذه اللحظات، وأنا مقدر مشاعرك، لكن أنا عايز أعرف، وحضرتك دلوقتي ويعني الملايين اللي بيشوفونا، قول لنا الحكاية إيه؟ نسمعها منك. الحكاية يا أستاذ إسحاق بدأت من يوم الثلاثة اللي فات، إن مريم كانت واخدة بنتي جولي عمرها سنة وشهرين رايحة بيها مركز التطعيم واختفت من بعديها. الموبايلات مقفولة، ما نعرف لهاش، يعني مش عارفين أي معلومة عنها. بحثنا في كل حتة، ابتدينا نبحث يوم الثلاثة ده بقى في الأقسام وفي المستشفيات وفي كل الاتجاهات، مفيش أي حاجة خالص. ابتدينا بعد كده يوم الأربع نلجأ للأمن، نعمل محضر تغيب، عملت محضر ورقمه موجود 1879 إداري، قالوا المباحث هتشتغل. بعد كده اطلع على الامن الوطني واقول لهم يسالوني طب انت كل الاسئله اللي كانوا بيسالها لي كنت بجاوب عليها بصراحه جدا. كل الشكوك اللي كانوا بتدور حواليهم، اذا كان مثلا يعني اذا كانت شكوك من ناحيتهم هم، يعني كنت بجاوب عليهم بصراحه. لعل وعسى تكون خيوط يعني تجري، هم يجروا وراها يعني. وحتى الان ما كانش، لغايه امبارح ما كانش في اي معلومه، ما كانش في اي حاجه، الى ان ظهر الفيديو اللي احنا اللي العالم كله متهيألي شافه امبارح. يعني حاجه طبعا الفيديو ده وضح يعني حاجات كتير جدا. يعني انت لما شفت الفيديو، يعني تفسيرك ايه للفيديو؟ انت جوزها ومعاشرها وسنين مع بعض، تفسيرك ايه للفيديو اللي شفته؟ حضرتك انا الفيديو يا جماعه انا بقول يعني من امبارح وبقول كده، الفيديو مدته 50 ثانيه. اولا دي مش مريم زوجتي، دي مش مريم اللي انا عايش معاها 12 سنه. مريم مش زوجة عاديه، وانا قلت قبل كده الكلام ده. مريم دي قصه حب بدات بينا وانتهت بالزواج اللي مستمر حتى الان. دي مش مريم، دي مش ابتسامتها، ده مش وشها اقصد، ودي ولو تلاحظوا يا جماعه لو في كان بيبقى في فيديوهات قبل كده بتتعمل حاجه زي كده، كان الناس بتطلع مبتسمه او الناس بتطلع في نوع من الرضا او الكلام ده كله. يا جماعه الفيديو مدته 50 ثانيه، عباره عن واحده مضروبه، عباره عن واحد بيلقنها الكلام، عباره عن واحد حاطط السكينه على بنتي وصوت صراخ البنت واضح جدا جدا، الوش عليه علامات الضرب واضح جدا، الشهاد طبعا اللي هي ماسكاها مضروبه. يعني بالعقل كده هي خرجت يوم 5/4، الشهاده اتعملت يوم 5/4، يعني مريم طالعه من البيت قصدا انها تروح تعمل كده وتخلص كل الاجراءات في نفس اليوم. هل هذا يعقل يا جماعه؟ هل الوش اللي الناس شافته امبارح ده وش حد رايح للديانه دي عن رضا وعن فرح؟ هل المنظر اللي اتشاف امبارح ده حد طالع بمزاجه من البيت، حد طالع وقاصد الكلام ده؟ استاذ جوزيف احنا يعني طبعا مع حضرتك، احنا كنا لسه حالا بنناشد يعني وزاره بنناشد الازهر انه يقول لنا صحه الشهاده دي ايه، هل هي حقيقيه وخرجت عن الازهر ولا شهاده مضروبه. لكن انا عايز اسال حضرتك، واكيد في ناس كتير عاوزه تعرف ده، هل في اي حاجه حضرتك لاحظتها على مريم مثلا الفتره اللي قبلها؟ متغيره تصرفاتها، متغيره تليفونات، طب انت بتكلمي مين في الوقت ده؟ يعني اي حاجة بعيدة عن الكنيسة، مش بترضى تروح معاك، يعني حالة كده تقول ايه انت فيكي ايه؟ هل لاحظت عليها اي حاجة ده، او قبل نزولها كنتوا متخانقين زعلانين اي حاجة؟ يا فندم مريم خادمة في الكنيسة وانا خادم في الكنيسة، انا امين خدمة الشموسية وامين خدمة الاسرة في كنيسة ام انطونيوس بدولة بني سويف. مريم خادمة معايا في الكنيسة. مريم يعني شخصية متميزة جدا، الكل يشهد عن أخلاقها وذكائها وشطارتها، المسلم قبل المسيحي. أي. الكل عارف يعني مستواها التعليمي ومستواها الذكاء اللي عندها في تعاملاتها مع الناس. مريم لغاية كانت يعني بص حضرتك، اليوم الاثنين بالليل مريم مطلعة الأكل اللي هتعمله تاني يوم للولاد. مريم كانت بتغسل السجاد بتاع البيت كواحده الطبيعي بتاع اي واحده ست داخله على العيد، بتنظف النظافه بتاع البيت. مريم كانت مجهزه المذاكره بتاع ابني بافلي لانه خلاص امتحاناته قربت،
مريم كانت ما فيهاش فيه اي حاجه خالص. احنا حياتنا كلها عايز اقول لحضرتك، ممكن اسالي كل الناس، احنا لو كان صوتنا عالي يعني شويه كده هو ده اللي كان يعني يبقى حاجه اوفر قوي. طول عمرنا عايشين في سلام، طول عمرنا ما لناش عداوه مع حد، طول عمرها مريم انسانه محترمه جدا والكل يشهد باخلاقها، انسانه خادمه في الكنيسه وشبعانه بربنا وشبعانه بانجيله وشبعانه بكلامه. فيعني ما فيش اي علامات او ما فيش اي حاجه كانت تقول ان مريم رايحه للسكه دي خالص. طب استاذ جوزيف، توجه كلامك لمين دلوقتي وتقول له ايه؟ انا بوجه كلامي لشخص واحد وانا عشمان فيه جدا بعد ربنا طبعا. اتفضل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول له يا ريس انت اب لكل المصريين، انت قلتها كده وبتقولها دايما في كل حته واحنا واثقين فيك. انت مش هترضى بالمنظر البشع اللي اتشاف امبارح ده. مش معقوله يا ريس انت هيعجبك او هتكون مبسوط ان في حد يروح يعتنق ديانه اخرى بالشكل المزري اللي العالم شافه كله امبارح ده. انت يا ريس لازم ترجع بنتك مريم، دي بنتك انت قبل ما تكون بنتنا احنا، عشان انت اب لكل المصريين، وانت وعدتنا ان في عهدك هيكون في سلام ورخاء ومفيش اضطهاد ديني ومفيش اي حاجه. احنا مش عايزين نرجع خطوه لورا. مش معقوله كل ما يتعمل مسلسل وكل ما يتعمل حاجه يجي على دماغنا احنا المسيحيين. حرام، كفايه حرام يا ريس، انقذنا بجد، كفايه. بشكرك يا استاذ جوزيف، وانا بضم صوتنا لصوتك. ربنا يطمنك. وانا بقول لك مش عارف ليه يعني عندي هذه الثقه ان انا اطلع اقول على الهوا كده، انا متاكد ان مريم هترجع.